رمزي رمزي تعمل ايه يا ابني؟ أدولة بقول لك أدولة لو سمحت يعني امديلي على الورقة دي. دي استقالتك؟ موافق طبعا. لا يا دولة دي طلب زيادة 5 جنيه في المرتب بس امضيها لي بسرعة بسرعة. دولة انت بتتقلط عليا انا وامضيها لي بسرعة بسرعة انت عايز زيادة ليه؟ ما انت واكل شارب نايم هنا وببلاش يعني عايز زيادة تعمل بيها ايه؟ وافترة وخلاص؟ ايه دولة علشان انت مش عارف تقدر مواهب يا دولة. مواهبك في ايه؟ انا معرفش ليك اي مواهب خالص غير مواهبك في النوم مثلا بتنام ما شاء الله براحتك، مواهبك في الاكل بتضرب زي ما انت عايز، ليك مواهب تانية ولا ايه؟ ايوه دولة انت نسيت اهم موهبة عندي يا دولة. انت بس لو تسيبني يا دولة ادير انا بقى البازار ده هو بقى بطريقتي. بطريقتي انت تعمل لي فيها حسن شحاتة؟ طريقتي 424. لا يا دولة انا الطريقة دي يا عم جربتها قبل كده وما نفعتش لانك ما بتحاولش انك تشجعني ان انا اطلع اللي جواه. دولة ايه اللي جواك يا عم الحصالة؟ جواك يا انت تستهبل يا انت؟ انا عارفك وحافظك يا. لا يا دولة بص انت بنبرتك دي يعني عم خايف ان احزمك. تهزمني ولا ده انت ما تعرفش الفرق بين ورق الباردي وورق البفرة؟ لا يا دولة انا عارف طبعا عارف ده انا سايب بصمة في كل المكان. بصمة؟ بصمة يا ابو بصمة؟ بصمة ايه؟ بصمتك انك بتسيب لي شويه سندوتشات الفول والبقايه بتاعتها في الادراج وفي كل حته هي دي البصمه؟ ولا الفران اللي عماله بترمح جوه في المخزن هي دي بصمتك يا ده؟ ايه ده دولة؟ الفران اللي جوه دي يا عم ده انا باكلها كل يوم ده انا بحسبك بتربيهم. بربيهم ليه؟ فاتح جمعيه الرفق بالفران ده انت عامل لي مصيبه في كل حته بصمه في كل حته حتى الحمام معلق لي يافطه ممنوع الاقتراب والتصوير الناس هتصور ايه ولا تقترب إيه؟ بس 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 انا حتى الفران دي عايز اشوف لها هل اجيب لها مصايد اعمل لها سمع مش هعتمد. اوعى 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 من خلقتي انا هخش المخزن واشوف انا اوعى. دولة طب حاسب يا عم بقى الخشبه اللي قدامك دي انا ساند بيها الرق. دولة انا فين؟ 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 عادل ملك يا حبيبي. انتوا مين؟ مين؟ يا حبيبي انت مش عارفنا؟ انا مش عارف حد. انتوا مين؟ انا فين؟ انا مش فاكر حاجه. دكتور لو سمحت طمنا من فضلك. واضح ان المريض فقد الذاكره. فقد الذاكره؟ طب طمنا دكتور يعني هو هيشوف تاني؟ رمزي اطلع بره بغبائك بره. طب والعمل يا دكتور؟ ايه الطبيعي في الحالات اللي زي دي بنحاول نفكره كان عايش ازاي من غير ما نضغط عليه. مين اكتر واحد كان المريض بيتعامل معاه؟ كان بيتعامل معانا كلنا. او نو نو هو كان بيتعامل مع رمزي اكتر واحد. استاذ رمزي. استاذ استاذ رمزي حاول تتعامل معاه زي ما كنت بتتعامل معاه قبل ما يفقد الذاكره وحاول توريه كان عايش ازاي. بس ولا يكون عندك فكر خالص ده انا هوريه. ويكون في علمك يا زي ما فهمتك قبل كده انا ليا 90% من البازار ده كله ها بس انا سايبك براحتك علشان صورتك قدام اللي في البيت عندك. وعلى فكره كمان الشقه اللي انت قاعد فيها دي انا ليا فيها نصها على فكره. وحضرتك يعني سايب الشقه وجاي قاعد هنا في البازار يعني واضح ان حضرتك يعني كريم يا انت اسمك ايه؟ اسمه رمزي. رمزي؟ والله يعني كتر خيرك يا رمزي. ايه ده ايه ده؟ انت هتعمل فيها فقد الذاكره وكده؟ اسمي استاذ رمزي. استاذ ما تنساش نفسك يا استاذ رمزي. حضرتك مدرس يعني استاذ ولا اكيد مدرس تاريخ ما دام حضرتك فاتح بازار يعني. بص اثر في الكلام اثر. ادخل ادخل يلا غور من وشي هات لي كوبايه ميه يلا. كوبايه ميه حضرتك رجليك بتوجعك يعني عايزنا اجيب لك انا حاضر اجيب لك ميه حاضر بسرعه. يا سلام بينها لعبت معاك كده يا ابو الرماميز. يا دي عادي بسرعه بسرعه بسرعه. ايوه استاذ رمزي. الا ايوه ساعه بتجيب كوبايه ميه. ايه ده بقول لك ايه حسك عينك بعد كده هو الاستاذ رمزي يبعتك في حته تتلكع عليا. يا غبي يا غبي غبي ده باين عليا كنت مرمطون في البازار يعني. يلا يلا ادخل بقى امسح البلاط دون علشان تلحق تغسل لي الشروات بتاعتي قبل ما تروح. حاضر يا استاذ رمزي حاضر. خد 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 ايه ده وانا لسه كملت كلامي. حضرتك اكمل كلامك ايه؟ لسه كملت هتمشي كده هو حاضر وماشي. حاضر اعمل ايه انا المفروض اعمل ايه يعني حضرتك؟ اسمع اسمع الكلام وانت خالص. حاضر حاضر
وهسمع كلامه انا خالص. حاضر حاضر. يكون في معلوماتك يا دي عادل. ها انا سايبك بس كده هون عشان انت ابن عمي، محسوب ابن عمي، مش عارف اعمل ايه. انت عارف انت لو حد تاني ده انا كنت افتريت عليه، ده انا مفتري على فكره. ايوه لا حضرتك يعني ما شاء الله، لا حنين والله يعني يا استاذ رمزي، يعني ربنا يخليك لينا يا استاذ رمزي حضرتك يعني. وياما ياما حاولت اطردك بس امك بقى تقعد تتوسط لك وبقول ماشي عشان انت ابن عم. والله يعني حضرتك واضح ان انت عامل حساب لصله القرابه وللعيش والملح يعني. اه ويكون في علمك بقى يا عادل انت من هنا ورايح شهر شهر بحاله مش هتشوف غيره العيش والملح. ده كله عيش وملح يعني. انا اسمع ان فيه فول وساعات بيبقى فيه طعميه باين، وبيقولوا فيه بتنجان مخلل يظهر ولا ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده، انت هتقعد تفكر وتقول يمكن هو العيش والملح وبس. عادل عادل، فاكر المكان ده يا حبيبي؟ يعني صراحه مش فاكر، بس هو انا كنت بشتغل ايه في المكان ده يعني؟ كنت انا اللي بمسح البلاط ولا ايه؟ بلاط ايه يا بيبي، انت كنت مره مديني ميعاد هنا وانا جيت قعدت استنيتك، وانا قاعده بستناك في ثلاثه عكسوني، قمت انت جيت وشفتهم وخدتك الشجاعه ورحت شتمهم. الله، ده انا كنت جامد قوي بقى وانا مش واخد بالي. جدا جدا يا حبيبي، بس عايز اقولك للاسف الشديد راحوا معلقينك في المروحه. الله، ده انا ما كنتش جامد بقى ولا حاجه. جدا يا حبيبي. عادل ثانيه واحده. ها مكان حلو يعني صراحه. هي دي الحالة اللي أنا قلتلكوا عليها، أرجوكوا لازم نساعده عشان نرجع له الذاكرة، أرجوكوا ما تنسوش. ها اتفقنا؟ كله تمام يا مدام. عادل يا حبيبي. بيبي فاكر لما كنت بتغير عليا؟ أنا غير عليكي؟ ليه؟ مناسبة إيه يعني؟ تغير إيه يعني؟ مثلا حد كان بيزغزغني ولا؟ صحيح يا جدعان، سير الحي لا حضراتكوا تعرفوني؟ عادل دول التلاتة اللي عكسوني فاكر؟ اللي علقوني في المروحه. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، منورين والله يا كباتن. تشربوا ايه؟ يا متر يا متر، شوف الكباتن يشرب. لا متر ايه، انتوا عايزين 3 متر على الاقل. يا 3 متر يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. صباح الفل يا جميل. صباح النور، اهلا وسهلا، منورين يا كباتن والله. انت يا فندي احنا بنعكس مراتك. تعكس مراتي؟ هي فين دي؟ انا ما اعرفهاش. فين مراتي؟ طب دي دي نسيت تاني يا بابا. دي امي اللي هي مرات حضرتك اللي اسمها رانيا. اه يعني مراتي هي مامتك واسمها يعني احنا قرايب. دي دي استنى ما تقوليش، دي امي اختي. لا حماتي. لا يا بابا، دي انا بنت حضرتك ياسمين. نسيت تاني. معلش انا اصلي بصيت كده وشويه ورجعت تاني فنسيت، فانا معلش انا اسف انا اسف. مش مشكله مش مشكله. بس دي امك اللي هي يعني ايه تيتا انعام. انعام امي. ودي حماتك اللي هي مجيده. حماتي مجيده. تمام تمام. ودي دي بابا فاكر القطر ده؟ ايه القطر ده؟ يعني القطر ده ليه علاقه باللي حصل لي؟ يعني هل القطر ده لما خبطني انا فقدت الذاكره ولا ايه؟ لا يا بابا، ده اللي انت اشتريته لي في عيد ميلادي الخامس. عيد ميلادك الخامس؟ تصدقي كنت فاكر ان عيد الميلاد ده بيتعمل مره واحده بس في السنه، بيتعمل 5 مرات. لا ما انا ساعتها بقى كان عندي 5 سنين. عيد ميلادك الخامس لما بقيتي 5 سنين. طب وانت عندك كام سنه دلوقتي؟ 10. يعني انا جبت لك القطر ده من 5 سنين. بس برافو عليكي والله. ايه ده محافظه عليه، شاطره. ايوه. طب بص بقى. بص قولي دي مين بقى؟ دي نسيت تاني يا بابا. حرام عليك، بقى لي ساعتين بفكر فيك. ساعتين؟ يا نهار ابيض، ده انا اتاخرت جدا على الاستاذ رمزي. هو عارفه طيب قوي بس ساعات بيقعد يشخط فيا. الاستاذ رمزي ايه غلط ان اقول له للاستاذ رمزي؟ اقول له ايه؟ اقول له رمزي بيه؟ رمزي بيه. يا ده عادي. ايوه رمزي بيه. عادي خد بسرعه يا غبي. ايوه فاهم. ساعتك كام؟ 2:30 حضرتك. 2:30 دي بقى ما بتفكركش بحاجه؟ بتفكرني بايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت خايف ولا ما تخافش يا ابني، احنا ولاد عم وانا هضربك يعني. ايه حضرتك بتفكرني انها قبل 3:30 او بعد 3:30؟ بعد 3:30؟ لا بتفكرك بالايس كريم بتاعي. حضرتك انت ضارب لغايه دلوقتي 3 ايس كريم يعني. ايه ده؟
انت هتعد عليا؟ هتعد عليا؟ يلا يلا نجر امشي وهات لي علبة الكشري وانت راجع. يلا اجيب لك حضرتك علبة كشري يا حضرتك؟ انت لسه ضارب اتنين مهلبية، هو انت بتحل الاول وبعدين تحبس بالكشري يعني؟ انت هتقعد تبص لي في اللقمة؟ لا حضرتك انا هكتب، يعني انا هكتب عشان ما انساش يعني. اكتب على الله بس، بتعرف تكتب ولا ايه؟ حضرتك انا لقيت نفسي دي الحاجة الوحيدة اللي انا فاكرها يعني. حضرتك اوامر الاستاذ رمزي، تحت امرك يا فندم. اكتب عندك، انت تعدي على القهوه بتاعتي تجيب لي الطلب بتاعي. انا اسف يعني، معلش، هو ايه الطلب؟ وانت كل شويه هقعد معلش هقعد افكرك. حضرتك معلش انا هكتب اهو، هكتب. انا كاتب بحضرتك كنت طلبت سحلب وبعدين طلبت عناب وبعديها ب 10 دقايق جبت لك جنزبيل وشاي وبعدين جبت لك قرفه وبعدين قهوه ساده وبعدين قهوه زياده. انا اسف يعني، هو حضرتك بتطلب طلبات الشهر كلها النهارده يعني، ولا انت مثلا بتعمل ايه، ولا انت شريك في القهوه؟ انت هتفكر هتفكر، انت مالك انت مالك، انت تسمع الكلام وانت ساكت خالص يا غبي يا غبي. يلا يلا نجر، وبعدين وانت راجع ما تنساش تعدي على الجرايتلين عشان تجيب لي الملابس بتاعتي. جرايتلين؟ اه جرايتلين، ايوه اكتبها صح جرايتلين. وبعدين يا عادل انا خلاص يعني قررت اتجوز اختك سناء. حضرتك يعني انت كنت الفتره اللي فاتت ما اتجوزتهاش ليه وجاي تتجوزها دلوقتي؟ يعني انت كنت ناسي برضو ولا ايه؟ لا يا لفهم يلا، يعني انت فاهم يعني ان الدنجمانات اللي زي يعني يعني عندهم بقى مغامرات حول البلاد، فانا الحمد لله لما خلصت البلاد قلت بقى اتاهل واتجوز سناء. يلا اتجوز سناء؟ والله يعني وانا في ديك الساعه اما حضرتك تتجوز خالتي يعني. يا ابني افهم، ضحكتني يا دي عادل والله. افهم يا ابني، اختك اختك، وبعدين يعني جحا اولى بلحم طوره. طب حضرتك انا اسف بس، حضرتك تبقى جحا ولا طوره؟ انت هتغلط، انا الطور طبعا. فاكر يا عادل يا حبيبي لما كنت بتلعب في الشارع وبعدين بنطلونك اتقطع وبعدين سناء مسكت البنطلون وقعدت تخيطه؟ استنى بس هقول لك انا بس ايه. انت كنت بتلعب في الشارع كده اهو، ها هي عادل هي عادل، ها افتكرت يا حبيبي؟ لا ما افتكرتش. طب انا بقى هفكرك. افتكرت يا حبيبي؟ لا انا يا عادل بقى اللي هفكرك، لان يا حبيبي ذكرياتنا كلها مع بعض. فاكر واحنا صغيرين؟ افتكرت؟ لا مش فاكر، بس واضح ان انت شريره قوي يعني. طب خلاص يا جماعه سيبوني بقى انا اللي هفكر. بص يا ابي انا هفكرك بشويه حاجات دلوقتي ذاكرها هترجع لك حالا. ها افتكرت؟ ايه ده، انا مش فاكر حاجه خالص، انا مش فاكر حاجه خالص، انا مش فاكر حاجه خالص. هابيك شيشيك دبا كش ملك 10 37. لا انا عايز الله 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 الله، انا بكون البازار قهوه، انا بكون البازار قهوه. يا رموز حبيبي والله يعني انا حضرتك قلت اتسلى شويه يعني على ما حضرتك تيجي يعني. انا اسف يعني حضرتك يا رموز حبيبي. تتسلى ايه يعني دلوقتي؟ افرض في حد دخل عليا دلوقتي هيقول علينا ايه؟ سيح هتبوظ لي شكل قدام السياح. بس معلش مش قدام صحابي، انا مشيهم وانا مشيهم حضرتك وهتصرف. حاضر ماشي يلا بسرعه مشيهم وبسرعه وكل حاجه ترجع مكانها. كل حاجه حاضر حاضر، هلم الدوم انا وهظبط كل حاجه. يا غبي يا غبي. حاضر حاضر. معلش يلا يلا اتكلوا على الله، ده مكان اكل عيش، ازاي تيجوا تقعدوا في مكان اكل عيش؟ هنكمل بعدين اول ما يمشي. ها يلا كشم له. نفضله نفضله. حاضر حاضر هنفضله هنفضله. انت عارف يا دي عادل لو ده حصل تاني ايه اللي هيحصل؟ حضرتك اه صحيح، ايه اللي هيحصل؟ وانا بسالك يا غبي. حضرتك يعني انا اوعدك ان ده مش هيحصل تاني ومش هيتكرر تاني حضرتك يعني. خلاص هعديها لك يا عم المره دي. قول لي بقى الشغل عامل ايه في غياب الكتير اللي انا بقعد اغيبه ده؟ حضرتك الشغل ماشي زي الفل الحمد لله يعني، ومفيش اي حاجه وما غلطتش ولا غلطه الحمد لله النهارده. ايه ده ما غلطتش ليه؟ ما غلطتش ليه؟ ماشي. وايه دي؟ ايه فرده الشبشب؟ هتطلع المكتب فرده الشبشب؟ حضرتك اصل كان في سايحه جت هنا اهو في البازار، حضرتك كانت عايزه تاخد شويه تماثيل وبعدين الفلوس اللي معاها ما قضتش، فروحت انا بقى ايه فكرت فكره ان انا اخد منها بقى فرده الشبشب دي رهنه على ما تجيب بقيه الفلوس. فرده واحده يخرب بيتك، فرده واحده
يا ابني انت ما كده ممكن تمشي على رجل واحده يا عادل. انت كنت ممكن تاخد منها الفرده الثانيه على الاقل، كنا نعرف نبيع الشبشب كله. الشبشب كله. خلاص حضرتك المره الجايه هاخد منها الفرده الثانيه. حاضر 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 حاضر. ماشي. وعلشان بقى ما تنساش تاني وكل شويه بتغلبني، ها هات الكرباج اللي وراك ده عشان هتنضرب. لا حضرتك بلاش الكرباج، والنبي بلاش الكرباج. هتنضرب يعني هتنضرب يعني هتنضرب. حضرتك يعني بلاش الكرباج لانه بيلسع جامد. بلاش الكرباج حضرتك. هات الكرباج. اخر مره لك. اخر مره. وبعد كده اي واحده بقى مش هتدفع الفلوس كامله هاخد منها الفردتين. طب استنى استنى، افرض انت بقى ايه قعدت ناسي كتير ومفتكرش حاجه خالص، ينفع انا بقى اخد منك المصروف مرتين في اليوم الواحد؟ مرتين تاخدي مصروف طبعا. هو انت اسمك ايه؟ حسنات. حسنات ده اسم حلو قوي يا حسنات. ياسمين عيب كده، عيب كده تضحكي على بابي. هو لو كده هيقعد عادي ويعيش عادي زي ما كان عايش، يعني في ايه؟ هي عادل انت لسه صاحي يا حبيبي؟ ما انا مش عارف انتوا بتناموا الساعه كام بالظبط يا طنط. طنط ده نمك. ده نمك مين يا سنحات؟ ايه يا رامي؟ ايه يا رامي؟ مش تسيبي عادل يرتاح شويه ولا خلاص انعدم من عندك التمييز؟ يا بنتي في انت جايه تعلميني الادب في بيتي ولا ايه؟ ما تحترمي نفسك يا سناء الصاب. تقصدي يا رانيا؟ مقصود كيس يعني. بحسب انتي دوشة اب. مش معقول اصواتاتكم جايبه اخر الشوارع والناس مش عارفه تنام. ايه ده؟ هو معقوله الشارع كله لسه صاحي لغايه دلوقتي؟ على فكره بقى يا جماعه، ابي عادل صعب جدا جدا ترجع له الذاكره في الجو الغريب ده. معقوله؟ اوعي تمثلي اكتر من كده احسن. افتكري بتحبي عادل اكتر واكتر. ده اللي حصل له في حياته، القرف اللي هو فيه ده من الزحمه اللي في بيته. أيوة. ايه ده؟ في زحمه؟ في زحمه؟ بصوا اهم حاجه بقى ما دام في زحمه يا جماعه هاتوا اشرج اللي هو بتاع المرور ويقف ان هو ينظمها في الصاله ان شاء الله. بقول لكم ايه بقى، انتوا يا عريرين انتوا، إيه؟ لو في شويه دمال في العروقات بتاعتكم انتوا تغوروا من البيت دلوقتي حالا. جرايه ايه وليا انت؟ انا من رايي يا جماعه ما يغوروش دلوقتي، النهار ليه حاجات، استنوا لبكره الصبح. بقول لك ايه، ده بيتنا وهنقعد فيه براحتنا، واللي مش عاجبه بيتنا يرحل يا حبيبتي. ايه بتقولي ايه انت يا حشره يا سرساره؟ بيتك ايه يا مو بيت انت يا مسرسره؟ انت بيتك ايه ده؟ بيتي انا. عايزه اقول لكم حاجه بقى يا جربوعين، انتوا المثلات بتقول اللي بيته من ازازات ما يرميش الناس بالطوب. يا اماغ اماغ يا بتاعه جماه انت لما تعرفي تتكلمي الاول. بتكلمي انت مش ناويه تلمي نفسك يا ستي يا مشاعر اصفر انت. بس 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 انت بتقولي ايه؟ انت شايفه مامي بعتاره ولا ايه؟ ما بعرفش غير انت يا حشره بتمدي ايدك عليا. فين التمثال بتاع القط الاسود؟ تمثال ايه بس يا عادل؟ اطلع. ايه ده؟ ايه ده؟ احنا انا فين؟ انت في بيتك يا حبيبي. ايه اللي جابني بيتي؟ وبعدين الدنيا كانت نهار، احنا بقينا بالليل ولا دي السحابه السودا دي؟ الحمد لله احمدك يا رب. انت فاكر يا عادل؟ وانا كنت نسيت ايه عشان افتكره يعني؟ الحمد لله على السلامه يا حبيبي. وانا كنت مسافر. هو في ايه؟ الحمد لله. ايه يا ياسمين؟ يعني انا كده ضاع مني المصروف. مصروف ايه يا سناء؟ انت ايه اللي مرمطك في الارض كده؟ ايه يا جماعه انتوا غراب قوي النهارده ليه؟ الحمد لله على السلامه يا حبيبي. على السلامه يا حبيبي. 70 80 90 100 نطوا عليكوا الحراميه. ازيك يا رمزي؟ رمزي رمزي كده اهو انحف. وحمد لله على السلامه. حمد لله انت خلاص خدت عليا يا دي عادل. انا اسف يا رموزه بيه، يعني انا تحت امرك. اهلا وسهلا. انت بص غلطاتك كترت معايا، خلي بالك للصبر نفوس. لا حضرتك يعني اوعدك ان انا ما غلطش تاني. يعني اخبار الشغل ايه؟ شغل؟ ايه السؤال ده؟ في ايه؟ في ايه حضرتك؟ ايه اللي حصل؟ مالك يا دي عادل، في حاجه؟ مفيش اي حاجه، انا بسال بس بطمن يعني. ايوه اصل شكلك كده متغير، يعني انت افتكرت حاجه ولا حاجه؟ افتكرت. افتكرت ايه؟ افتكرت ان انت طبعا الاستاذ رمزي وتملك 90% هنا من البازار ما شاء الله. الحمد لله وقعت قلبي انا بحسب. بس انا ملاحظ يعني شويه تغيرات هنا في البازار. ملاحظ؟ وانا من امتى يا دي عادل باخد رايك؟ من امتى؟ بس انا يعني يا حضرتك ملاحظ ان في شويه حاجات عايزه تتظبط. تاني ملاحظ تاني حاجات ايه دي عادل؟ حاجات يعني حضرتك يعني لا 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 مفيش حاجه ملاحظه ولا حاجه، الا حضرتك تؤمر بيه انا تحت امرك يعني. خلاص خلاص خلاص
ادخل بقى خش شوف شغلك كده واقلع الهدوم بتاعتي اللي انا مديهالك عشان تروح بيها قدام عيلتك دي عشان تاخد هدومك المعفنه عشان في زباين جايه اقابلها بالهدوم دي. لا حضرتك طبعا ما يصحش. عارف حضرتك انا لاحظت كمان ورقه موجوده معايا. الورقه دي كنت عايز بس استفسر على شويه حاجات فيها. يعني بتقول اوامر الاستاذ رمزي وان حضرتك ليك 90% وليك نص الشقه. دول حبيبي ابن عمي حبيبي انت افتكرت دول؟ الف حمد لله على السلامه. يا سلام. انا عايزك بقى تتصل بامك في البلد عشان احتمال كبير جدا امك ما تشوفكش تاني. ليه دول ما تشوفنيش تاني؟ ليه؟ انت ناوي تعم امي؟ لا ناوي ان شاء الله اجيب لك عقد عمل في مستشفى بتاعت ناس صحابي. بس ما تقولش يا دول انا عرفت هشتغل دكتور. صح صح. لا هتشتغل عيان. رمزي رمزي مالك؟ انا اسف ان انا ضربتك جامد. رمزي رمزي. انا مين؟ انا مين يا دولة؟ انا مين يا دولة؟ دولة حبيبي. عايز ايه؟ عايز ايه؟ ايه دولة بقى؟ عايز ايه؟ انت جاي دلوقتي ليه؟ عايز اتفرج على الفيلم يا دولة. الفيلم جه؟ فيلم ايه؟ ما عندناش افلام. يلا غور غور يلا. لا يا دولة بقى الفيلم يا عم بقى اللي هو رجل في بيتي ده يا دولة بتاع الفدائيين. راجل في بيتك وانت عندك بيت يا صايع. يلا يلا جاي لنا بالليل عشان نتفرج على افلام. يلا يا رمزي غور غور يلا. يا دولة بقى ده انا اتصلت بيهم يا دولة وقالوا لي ان هم هيزعوه. اتصلت بمين؟ بالقناة يا دولة. طب القناة دي صوتها عامل ازاي؟ تش تش. دي قناة السويس يا هبل. يلا يلا غور يلا. يا دولة بقى ما هو الفيلم يا دولة عن قناة السويس يا دولة وعن الفدائيين اللي هم احتلوا قناة السويس. الفدائيين احتلوا قناة السويس؟ يخرب بيتك شوهت التاريخ. والانجليز هم اللي طلعوهم بقى ولا ايه؟ بص يا دولة انا ان شاء الله لما هتفرج على الفيلم هبقى فدائي وانضم ليهم. انضم للانجليز طبعا. يا دولة بقى عايز اتفرج بقى فين العزوبة؟ ولا بص انا مش عايز دوشة. اقعد اتفرج بس من غير دوشة خالص. يعني توطي التلفزيون على الاخر ها عشان لو صحيتني من النوم هقوم اقتلك انت فاهم؟ وبعدين لو هم بيضربوا نار ولا حاجة توطي التلفزيون وانت كمان توطي عشان ما تجيش حاجة فيك. ماشي يا دولة. ماشي مش عايز دوشة. ماشي يا دولة. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت هتقعد على الكنبة ورجلك فوق؟ نزل رجلك نزل رجلك. انا اسف نسيت يعني. لا طلعت رجل. انزل على الارض. اقعد على الارض. اقعد على الارض. اللي احنا نتبقى اقعد على الارض بقى. على الله. نو نو ست ست ست. ماشي ماشي بقى دولة بقى اهو الفيلم اهو بقى. ياه الاستاذ عمار الشريف اهو الاستاذه زبيبه ثروت يا بموت فيها ومحمد رياض اهو ده كان كبير قوي ساعتها محمد رياض. عايزين نطرد الانجليز اللي بقى لهم 10 سنين لابدين ان هو في المحروسه. طب يا زعيم دول ناخد نفسنا طيب شويه ده احنا لسه مخرجين الفرنساويين من شويه كده اهو. يا عم يعني ايه المشكله خرجنا الفرنساويين ونخلص الانجليز؟ ما احنا برضك مش هينفع نسيب محسن زغلول لوحده. مين محسن زغلول ده؟ ابن عم سعد زغلول. يا عايزين نبقى نجند البيت الرقاصه دي معانا. عناية يا زعيم. بس بقول لك ايه بقى؟ أنا نفسي أفجر نفسي بقى. أفجر نفسك؟ اصبر ما تقلقش. يا عم أنت كل شوية تقول لي اصبر ما تقلقش اصبر ما تقلقش. أنا عايز أفجر نفسي بقى وأشوف نفسي كده وأنا طاير متفجر. تتقطع ياض. اهبط. أهلا أهلا أهلا. نورت يا منشري. بقول لك ايه؟ ليك في مصر؟ أنا ليا في كل حاجة مش في مصر بس.
طيب اصل احنا بنكون خليه سريه، وراكي ايه بعد الساعه 3 بالليل؟ ابدا، بسيق الخمره ولم الفارق وانقع خمره بكره. تنقعي خمره بكره؟ انتوا شغالين خمره بودره ولا ايه؟ دمك خفيف يا مضروب فشر علي الكسار يا غتي يا غتي. طيب سلفني بقى 3 جنيه دولا. يخرب بيتك يا ولا انا معيش غير 12 جنيه اللي احنا هنجيب بيهم متفجرات من فجار نيمول. ايه يا جدعان شكلكم كده من الفدائيين؟ ايه فدائيين؟ ايه ده، لا ابدا، احنا عملاء. ما تخافش يا اخويا، اقول لك حاجه، ديك النهار قتلت 3 جنرالات ودفنتهم في اسطوح عندي في الاوضه. ما تقلقش يا اخويا. لا مش قلقان ولا حاجه، بس يعني انت بتاعه عمليه كبش الحلاليف اللي هي بتاعه الكامب الجديد؟ لا يا اخويا لا، انا بستدرج الانجليز بمعسول الكلام. بمعسول الكلام؟ يبقى الكلام مش هينفع هنا، عندنا خليه نتكلم فيها. هو ده. طبعا انتوا ما تعرفوش بعض، انا جمعتكم كلكم من وسط 15 مليون مصري عشان اكون الخليه واكون الورشه الفدائيه اللي هتخلص مصر من كل الانجليز الظلمه، وبالتالي لازم كل واحد فيكم يعرف نفسه بنفسه، ولنبدا بالحريم، اتفضلوا. انا اسمي رانيا تغريد الطيور، مطربه براد شهيره قوي 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 قوي، وان شاء الله ان شاء الله لما نحرر مصر الحره المستقله مش هغني غير في الاوبريتات بس، ومش هنزل الاستديوهات بتاعه الالبوم بتاعي غير في عيد الثوره المجيده. برافو عليك يا اخت رانيا، ودايما الفن يبقى في خدمه الوطن اللي بعده. ثناء الكلوباتيه. رقصه وقال معايا. استغفر الله العظيم، عموما عندك فرصه كبيره جدا ان انت تتوبي وتفجري نفسك. لا مؤاخذه، الراس بيجري في وسطي، بيجري في دمي منذ نعومه اظافري، بس نادرا عليا يوم نخرج الانجليز من مصر ونخليهم يجلوا عن هنا ويكفوا على وشهم وننتقم منهم لبطل راس يا بيه واتجه للتمريض. شكرا، اتفضلي اللي بعده. وانا غني عن التعرفه، رمزي ابو الرماميز ابن عم الزعيم دول حبيبي. انا ما عنديش واسطه، هتطلع وطني بحق وحقيقي وهتفجر نفسك حلو هثبتك، لكن لو فجرت نفسك اي كلام ونحستني ونحست مصر لا انا برفض. حاضر حاضر يا دوله حاضر، بس انت يا عم اللي اخر مره يا عم بوظت العمليه. يا عم انا العمليه اللي بوظتها هعمل لهم ايه؟ العمليه كلها والخطه كلها كانت مظبوطه 100%. العسكري الانجليزي هيخرج من البار، هطلع المسدس انشن عليه اموته. العسكري خارج لي من البار سكران عمال بيتطوح، اجي انشن عليه كده عشان اضربه يقوم هو متطوح كده، اجي اضربه كده يقوم متطوح، اعمل له ايه؟ اعوره؟ لا عندك حق يا زعيم يا دول، عندك دول. انا نفسي اركب بقى دبابه. دبابه؟ معاك رخصه ولا هتتقبض عليك في محور المنيب؟ اني انعام صاحبه الكباريه، يمين بالله يمين بالله، لو صورتنا نجحت لاغلب الكباريه متحف. كلام ده يا ست انعام سابق لاوانه، احنا دلوقتي محتاجين فلوس، عايزين تمويل، محتاجين فلوس. الكباريه تحت امرك، وادي 12 جنيه هات بيهم سلاح، خد 12 جنيه يعملوا ايه؟ دول ما يجيبوش اسلحه فاسده. يا زعيم دول انا عندي فكره، احنا ممكن نجيب مسدسات ميه علشان نغرق بيها العدو. ونملاها من قناة السويس. قناة السويس وبجو رايح وبجو جاي، كل دي مصاريف وتضييع وقت. أنا من رأيي مسدسات المية نملاها مية من نافورة ميدان التحرير. المهم يا أخوانا حافظين الخطة كويس، الخطة دي لازم تبقى متنفذة صح طحن يعني. إحنا حافظينها صم. هي طقطوقة، المهم انتوا بالذات كمان لازم تركزوا لو قبض عليكوا، ها؟ لازم تموتوا نفسكوا، معاكوا سم كفاية؟ ما تقلقش أنا أصلاً لساني سم. حلو، يبقى ادي لزمايلك، وأنت في النهاية بقى عض لسانك تتكل على الله على طول، اتفقنا يا رجالة؟ اتفقنا يا زعيم دولة. بالنسبة للحريم اتكلوا أنتوا دلوقتي على الله عشان أنتوا عالم عوالم، ما تتأخروش عن كده، اتفضلوا. أو النبي يا أخويا الأحسن، لما بعوق على 3 الصبح أبويا بيقلق عليا قوي. بيفتكروا إن أبوكي بعد 3 الصبح متشكل. شكرين يا ستي، اتفضلوا اتفضلوا. بالإذن. اتفضلي اتفضلي. مع السلامة. شكرا شكرا. مع ألف سلامة، ما تقولوش لحد على المظاهر.
شغل الرجاله هيبتدي بقى ونفكنا بقى من السهر والحوارات دي. عايزين نقوم بثوره بقى. هنقوم بالثوره ما تقلقش. ما تستعجلش يا فاتنه، ما تستعجلش يا لا، ما تستعجلش عشان ما تتقطعش. ياض انا مش هتبرد ناري واهدى لما انتقم من الانجليزي اللي قلبوا لي عربيه التيني الشوكي بتاعتي. شفت يا دي فاتنه؟ شفت؟ علشان قلت لك هات لي واحده تنايه شوكايه وانت اللي ما رضيتش. شفت ربنا عمل فيك ايه؟ شفت ربنا وبعدين عمل وبعدين فيك. وبعدين وانا مش هنسى لما قلبوني في نضارتين شمس من العفرشة بتاعتي وما حاسبونيش عليهم. شفتوا اخواننا الانجليز بيعملوا فينا ايه؟ بعد كده اخواننا الانجليز لازم تكونوا عارفين كويس قوي ان هم داخلين مصر عشان ياخدوا التين الشوكي بتاعها وياخدوا النضارات اللي على كل فرشه منها وياخدوا كل حاجه من كل مصري. يا اخواننا انا بناشد كل مصري موجود معانا في الحته اللي احنا واقفين فيها دي ان هو لازم ما يخافش من الانجليز. الانجليز هيعملوا لنا ايه؟ لازم نبقى اقوى منهم. ان احنا اقوى منهم ولا لا؟ اقوى منهم. جون ياش عجبك الرقاصة باين؟ اوه ولدن ولدن ياش عجباني كتير كتير اوي 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 اوي. تحب ألغيها لك؟ اوكي اوكي. عينينا أوكي. جون بقولك يا معلمة، عايزين نسحب الخروف اللي هناك ده. عينيا بس انا خايفه من الواد رمزي بعد ما مسكوه يفتن علينا ويشمعوا الكباريه. تلاقيش يا معلمه، الواد رمزي ده وطني وتربيتي وانا مفيش عجل ربيته قبل كده وفلح. فرهدتوني تعذيب. انا عايز اعرف حاجه، انا عايز اعرف حاجه. انت راجل عمال اعذب فيك بقالي 10 ساعات بعذب فيك وانت مش عايز، انت مش عايز تتكلم. انا بقى في سيستم ترهيب تاني خالص. مش هعترف على دول ابن عمي حتى لو موتوني حتت. هو يا ربك ايه؟ هو انت دول ابن عمي؟ انا عايز اعرف انت فلاح حقيره. هو اشتغل ايه؟ هو انت مش هعترف انه فاتح بازار في ترسه في الهرم. بازار يعني هو دلوقتي بيشتغل شغلانه كبيره في الهرم. انت ايوه دول حبيبي. ده ساب الموبايل بتاعه وساب مراته وساب البازار عشان خاطر مصري يا انجليزيين. يعني هو غني، هو يصرف بسخاء، هو يصرف بسخاء علشان الفدائيين. حضرتك لا، هو مش غني ولا حاجه، ده هو مش لاقي ياكل اصلا. ده انا خارب بيته وكسر له التماثيل بتاعته. ده هي انعام امه هي اللي بتصرف عليه. امه انعام، اقف عندك هنا. تعالى انعام هي راس كبيره، هي اصرف على فدائيين. قول انت، اتكلم. كذاب اللي يقول لك كده، كذاب ومش هعترف مش هعترف. مش هعترف. بس بص حضرتك، انا ممكن اعترف على ناس تانية، يعني ممكن الواد فتلة صاحبي انتيمي. فتلة انا عارف اسم فتلة ده. انا جي عذبته كبير. فتلة ده رفض يديني تين شوكي مجانا كلب. ايه ده هو جه هنا؟ خلاص بقى انا هعترف على ناس تانية. اتفضلي حضرتك. قول
ربنا معاكم. تمام. ويلكم عليكم. جوني اي ام جوني يا عم، انتوا سكرت ولا ايه؟ امال بس عاملين فيها انجليز ودماغكم تقيله. اي ام جوني. اوكي درينك جوني. درينك في صحه ريتشارد قلب الاسد، وان شاء الله انجليز يعني يحتلوا العالم كله ان شاء الله. اضرب 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 اضرب. كمان ما رايكم ان نذهب الى رحله الى القناطر الخيريه لكي نركب حمار مخطط؟ زوجتي جوانا كانت تتمنى زيارة الأهرامات. زيارة الأهرامات؟ ولماذا نزور الأهرامات وندفع تيكتس؟ نحن انجليز، وي ار انجلش بيبل، يعني ممكن نروح نحتل الأهرامات الثلاثة. فكرة جوني، ولماذا أنت أسمر عزيزي؟ أنا أسمر لأنني احتليت أسوان فترة من الزمن. أسوان لمن يريد أن يحتلها يحتلها في الشتاء، لا تذهبوا إلى الصيف. Stay as you are. You. Wait, don't move! Don't move ايه يا خواجه يا حضرتك؟ I am Johnny! No! Johnny! انت كذوب ايها العادل! كذوب ايها العادل دي شتيمة ولا مدح؟ انا لا افهم لا افهم! انت مش تدخل في شؤوناتنا! ابوظوا عليه! ابوظوا! لا 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 لا! I am Johnny! I am Johnny! امي جوني وابويا جوني! No! You are liar! هلم على المعتقلات! فيسا فيسا! معتقلات وفي سفيسة. يا نهار اسود. درينك ستوبيد ستوبيد. انتي لازم تكلم تكلم. انت بتتعذب ولا بتتغرغر يا ابني؟ ما تركز. عطشان مية شارب تلات جراني لغاية دلوقتي. ده انت خلاص قربت تتحول لسمكة يالا. على كتفها تنور، على رجلها تنور، على كل حتة تنور. يا عيني الواد كان ابيض زي الفل. حرام عليكم حرام عليكم. تكاد عيني ان تركرك بالدموع وانا ارى ابطالا مثلكم يتعذبون. هو انت بتعذبينا ولا بتعذبي في ضميرك؟ مالكيش دعوه يا ست، احنا مبسوطين بالعذاب وبرضه مش هنقول لك اي معلومات. انت لازم تنطق، انت لازم تنطق تقول علينا مصر. مش هيحتاج. علينا مصر. مش هعترف هي مستخبية فين؟ انت لازم تقول مستخبية فين. قول. مش هعترف. قلتلك انت طرشة. انا هقولك. حرام عليكم حرام عليكم. الوقت هتغرقوه. انا هقولك فين مصر. قول لاجل ان احنا نكف عن العذاب. قول. هقولك فين مصر. خاين عميل ميكو سمير. انتو شرف يو. ده احنا هنقطع الالسنة بتاعتهم. انت كلم قول اين مصر. مصر لو عايزة مصر هتلاقيها جوه في قلبي. خش جوه قلبي وشقيه وخديها من جوه. بس ايه الانفعال دي؟ نو ذيس از اوفر اوفر اوفر. انا اوفر؟ لا مش انا اللي اتهزع وانا في بلدي مصر. اشتادولا انت هتكلم. اين مصر؟ انت قول اين مصر. اوكي اذا انتوا ستموتون في هذا القبو. جوني يس افتح هويس. افتح هويس جوني. اوعى تفتح الهويس. معقولة يا جوني واحدة ست تتحكم فيك وتأمرك وانت تنفذ الكلام اللي هي بتقوله؟ لا فين المرجالة بتاعت الانجليز؟ يس مش هفتح هويس. What you say جوني؟ انا اقول افتح هويس. اوكي نفتح هويس. انت حط راسك جوا تراب. اسمها مية مش تراب. شرف. واحنا نطلع قاعدين كده ساكتين وسايبين رجالتنا البيت الانجليزي الخواجات يخطفوهم مننا؟ لا طبعا، لازم نخطط وندبر عشان نطلعهم من السجن. يا بنت المرأة ترسانت أسلحة، سوق سلاح متحرك. يبقى خلاص نسن الأسلحة ونخش. أسلحة إيه دي بقى إن شاء الله؟ فين الأسلحة؟ إيش حال لو كنتش أنت الفساد اللي في وسطينا ده؟ أنت رقاصة قد الدنيا ومش عارفة فين الأسلحة. معلش يا أختي سقفتها على قدها، هي عايزة كلام كده متبشر على طول يعني. يا بنت خليكي ناصحة، أسلحة المرأة طعمتها. يعني بدل ما نخش عليهم بسبعين ديناميت نخش عليهم بسبعين روج. وبدل القنبلة نخش بالمكحلة. إذا فلتكن الحرب المشخلاء. صدعت
صدعتنا يا ابني صدعتنا. اللي بيعذبوك مشي يا اهبل يا اهبل. انت فرحان بالتعذيب؟ عطشان عطشان ميه يا ابني. انت شارب ميه لغايه دلوقتي؟ ما شربهاش، سلم بيتسيق ليله عيد. مين مين ايه؟ اكيد الناس اللي بيعذبونا. اتفضل. تعالى يا جوني، تعالى يا جوني اتلقى حالنا. انا مش ماما. ايه ده؟ انتوا كنت ازاي؟ بالكارتة. جينا نفك اصركم. بنت يا رانيا. ايوه يا قبلتي. هنعمل ايه في الملطوع ده؟ خدي ساعة وقلبي جيوبه وخدي موبايله وارميه مع اخواته الانجليز المخدرين ملقحين بره. ايه ده؟ انتوا خدرتوا وبقيت الانجليز اللي بره؟ ايوه يا عينيا. طب مش فاضل معاكم شويه مخدر عشان الناس اللي مرميه دي؟ انا زهقت منهم، مش هناخدهم معانا. لا يا اخويا مفيش وقت، الساعه دلوقتي واحده والمظاهره هتطلع عندنا من الكباريه على واحده والناس، ومش هنعرف نطلع من غيركم يا رجالتنا. ايوه علشان انا اللي عارف السكه يا زعيم دولا، وكمان انا معايا العلم بتاع البلد بتاعتنا كنت مكمره في الشراب. بتاع البلد بتاعتنا مش عارف ايه هي البلد بتاعتنا؟ مصر. يلا مصر. اه مصر. طب يلا المظاهره هتطلع الساعه كام؟ على واحده والناس. ترابت ترا على واحده والناس. ترابت ترا. بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني الطلبه. طلبت ايه يا عم رائد الفصل؟ احنا هنروح نضرب الانجليز بالكشاكيل والكراريس ولا ايه يا عم العضو ده؟ اه صح، فيها ايه يعني الكشاكيل؟ هنعمل من الورق بتاع صواريخ ومراكب وهنعوم وهنهيص. يا اخي ما تهيفش القضيه. اسكت اسكت اسكت. اخواني العمال. عمال ايه؟ احنا فصل على سيج. لا ما هو ينفعش يا اخوان، ما ينفعش يا اخوانا كل كلمه تردها لي كده بواحده. ايه ده الكلام ده؟ يعني انا هستحمل لغايه امتى يا اخوانا؟ انا خارج من السجن ومتوتر. ما توترونيش يلا من على متوتر، ما ينفعش حد يوترني. خلاص. وبعدين يعني انتوا غيرانين عشان الزعيم ولا ايه؟ بس يا ولد منك ليه؟ سيب الزعيم يتكلم، ده كلامه بينقط سكر. خلاص يا زعيم كمل. اخواني انا عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا. النهارده اليوم ده يوم صعب قوي، ويوم مصر بتمر بيه، فلازم كلنا نبقى ايد واحده. ماشي يا زعيم، عايز تتشال ولا حاجه؟ احنا تحت امرك. شوفوا لي بقى مين اللي هيشيلني. يلا بس كده، ده انا محضر لك هديه. ايه رايك في ده؟ ايه ده يا عم؟ ده انا مش هلحق اقول عاشت. لا 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 لا، عايز حد فيه صحه شويه. ماشي. اهم حاجه واحنا ماشيين في المظاهره يبقى ايدينا في ايدين بعض عشان ما نتوهش. هي رحله والسندوتشات وزمزميه الميه على مين يا ضنايا؟ واحنا ومظاهرات الستات. انتوا قدامنا طبعا، لان لازم تبقوا ماشيين قدامنا. يا لهوي، يعني هتضحوا بينا؟ ضحي بيكي ايه؟ لا بصي يا عارفه حضرتك، يعني ده حاجه خدناها من الانجليز لما احتلونا الفتره اللي فاتت، اللي هي ليديز فيرست، يعني انتوا قدام واحنا وراكوا على طول. يا زعيم احنا اتاخرنا بقى على المظاهره يا عم. ايوه صح صح صح. يلا يا اخوانا عايزكم تسخنوا معايا. عاشت مصر حره مستقله. عاشت مصر حره مستقله. الاستقلال التام او الموت بالزكام. الاستقلال التام او الموت بالزكام. مصر 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 مصر. الانجليز 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 الانجليز. لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون دمياطيا. لا دولا حبيبي، دولا ما تموتش يا دولا. لا دولا دولا حبيبي ما تموتش يا دولا. ولا في ايه يا دولا؟ يخرب بيت. ولا ايه ده؟ دولا حبيبي في ايه يا لا في ايه؟ انت بخير يا دولا؟ طب والطربوش بتاعك بخير؟ طربوش اللي انت كنت بتحلم بليالي الحلميه يالا. يا دولا ده كان كابوس. الحمد لله. بص انا مش ناقص جنانك، يلا اتكل على الله. لا اتكل على الله ايه بقى دولا؟ انا لسه ما عملتش حاجه. بص عايز اتفرج على كرتون بقى، مش هتفرج على الفدائيين دول خالص بعد كده. كرتون ايه؟ ساعتين بالليل مصحينا وعامل الدوشه دي، صحيت البيت كله. يلا يا ادي التلفزيون. لا دولا لا، انا نمت. ده انا نمت، ما اتفرجتش. اتكل على الله يلا بره. ما انا ايام عملت كده وكلنا اتعلمنا كده يعني. حاضر يا رني حاضر، مش عارف اجيب فلوس منين بس هتصرف. حاضر 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 ماشي. مع السلامه مع السلامه. خير يا دولا؟ ايه محتاج فلوس؟ قول يا عم وما تتكسفش قول. انا لو محتاج فلوس هاخد منك انت يا رمزي. انت كلك على بعضك، لو بعتك ما تجيبش تمن استيكه ولا قلم رصاص من اللي ياسمين عايزاهم. العداد فين؟ خلصوني. عداد ايه يا عم؟ انت داخل على تاكسي فيه ايه؟ هتهزر؟
والله اعمل لك محضر تهرب من دفع الكهرباء. بالراحه علينا. طب يا عم تيجي تاخد لك قلمين، العداد موجود اهو، اتفضل اكشف عليه. يكشف عليه يا دوله؟ هو العداد حامل؟ بتاع 150 جنيه. 150 جنيه حضرتك ما كشفتش عليه؟ ايه واخده بالاحساس يعني؟ احساس ايه؟ انت مش شايف كوم الزباله اللي مرمي بره البازار؟ وايه علاقه الزباله بالكهرباء حضرتك؟ لو واحد كهرباء هتقول له ايه؟ هقول له يح يح ايه؟ والنبي يا باشمهندس سكت حماده ويشيل الشوربه من على بقه. انا بقول لو كهرباء، لو حد كهرباء هتقول له ايه؟ هقول عليه ان هو انسان مستهتر يعني. مستهتر ايه يا باشمهندس؟ هو زوغ من المدرسه؟ طبعا هتقول عليه بني ادم زباله. يا سلام، انتوا ماشيينها كده دلوقتي يعني؟ هو كده من ساعه ما اكتشفوا الكهرباء والناس بقت تزبل مع بعض. بقول لك ايه، هتدفع الكهرباء ولا اقطع الميه؟ لا طب وحضرتك دلوقتي يعني ايه علاقه الميه بالكهرباء؟ يا غبي يا غبي يا غبي، ما مفهومه يا ابني. انت مش كل يوم عشان الحر اللي موجود ده بتروح ترش ميه قدام البازار؟ اه. طيب وانت بترش الميه مش اكيد ممكن تطرطش على حد ماشي؟ طبعا يا دول. اكيد ساعتها بقى بيقول لك يا بني ادم يا زباله، ساعتها تعرف ان ده بتاع الكهرباء. احبك انسان واعي ومثقف. حضرتك انا معيش فلوس ادفع دلوقتي، ممكن حضرتك تسيب لي الكعب يعني؟ كعب برضو؟ وانا كل ما اعدي على حد يقول لي كعب؟ مفيش حد اداني جنيه يعني امشي من غير كعوب؟ اتفضل يا سيدي ادي الكعب. ايه ده؟ اكيد الراجل ده كهرب قبل كده. اه يا دول انا هعمل ايه بس؟ الحمد لله يا دول اخدت الكعب يا عم ودفعتش حاجه، بلفته. يلا ما انا كده كده الفلوس دي عليا هدفعها يعني هدفعها. طب انا عندي فكره دوله، بص احنا نبطل نرش ميه علشان نوفر في الكهرباء. ما انت يا عيني مش هتفهم مش هتفهم، هم مصعبينها عليك زياده، ما انت غبي يعني. انا اعمل ايه؟ ادي 150 جنيه غير كده بقى لسه رانيا ولسه كل اللي في البيت غير ياسمين مصاريف مدرستها والاكل والشرب والكتب والكراريه. اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه؟ طب هتعمل ايه يا دوله؟ ما انا مش عارف، ما انا بقول لك اعمل ايه. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه ده انت ما جبتش اللحمه معاك ليه؟ ايه اللحمه؟ بكره 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 ان شاء الله يا ماما. بكره ده ايه؟ طب والخضار؟ الخضار هتعملوا ايه بالخضار من غير لحمه؟ معقوله يعني هتاكلوا الاكل ورديحي؟ ما يصحش يعني يا ماما. يعني يا بابا هتجيب الحاجات دي ولا مش هتجيبها؟ انت مالك انت بتتكلمي في حاجه زي كده ليه؟ مامتك فين؟ خدت امها واختها وراحوا فرح واحده صاحبتها. فرح؟ والله ناس رايقه قوي الناس دي يعني، انا مش فاهم في حد يعمل افراح اليومين دول. بسم الله الرحمن الرحيم هنبتدي الليله. لا 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 لا. الف مبروك يا رانيا، اتخطبتي ولا ايه؟ لا انا عندي حاله من السعاده والانتعاش يا عادل. والحاله بتاعت الانتعاش دي كانت بسبب الفرح اللي انت روحتيه طبعا. يا عادل يا عادل، فظيعه 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 واوفر من الفظيعين كمان. مش عايزه اقول لك الافراح اتطورت ازاي، تجنن تجنن تهبل. اهم حاجه يعني كان في بوفيه واكل وتعشيته. ده كان اوبن بوفيه يحتوي على خيرات الله. وده يعني كان في حلو بقى بعديه؟ يا ده احنا اشجار بقى، موز بقى واناناس وجوز هند بقى مدلدق على الارض وحاجات كتير بقى. ولا الزفه يا عادل؟ مش عايزه اقول لك على الزفه رهيبه. الزفه؟ ايه 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 الزفه؟ ايه مالها يعني؟ الزفه دي كانت زفه واحده، دول ثلاث انواع من الزفه، سمسميه وبورسعيديه ودمياطيه. وعايزه اقول لك بقى ثمن الزفه الواحده كام بقى؟ بكام ثمن الزفه؟ 2000 جنيه. نو نو، 2000 جنيه وثلاثه اربعه. 3000 جنيه 4000 جنيه، ليه بيقولوا ايه فيها الزفه دي؟ ايه اللي بيقولوا ايه؟ ده اساسا هم ما بياخدوش 3000 جنيه في اليوم، لان اصلا الزفه الواحده بتلف مثلا على اربع خمس افراح في اليوم. نو، اكتر من كده بكتير، بتاع 10 20 حاجات كده يعني. على الاقل الزفه دي بتعمل لها بتاع 10000 جنيه في اليوم. بس كانت رهيبه يا عادل، الناس اتجننت بالزفه. فاكره يا مامي؟ تحفه تحفه. ايوه ايوه، بس برضو ما هو اللي بيقولوه في الزفه هو هو بقى لهم 100 سنه يعني، لو طوروا الزفه دي ممكن يعملوا ارقام اكتر من كده. انت قلتي لي الزفه دي بكام في اليوم؟ ايوه جه رس على شيشه نظيفه بلا قطيفه.
بسهولة. أنا عايز أفهم بقى دلوقتي إحنا قاعدين مستنظرين مين؟ وأنت متضايق ليه قوي كده يعني؟ أيوة دول إحنا سايبين البازار يا عم لوحده. يا سلام، اللي يشوف كده يعني يقول الواد بيحب البازار. لعلمك بقى أنا ما بطمنش على البازار إلا وأنت بعيد عنه. ماشي يا دولة، برضو ما قلتليش إحنا مستنظرين مين؟ عارف يا رمزي؟ إيه؟ انا مستني ان هو واحد راجل بقى هايل، حته بني ادم تحفه يالا. هو ده اللي هيحل لي كل مشاكل الماديه. لو المشروع اللي في دماغي حصل هينقلني نقله تانية. ايه هتستلف منه؟ هستلف منه وجايبك معايا ليه بقى؟ تضمني يعني عشان تتحبس مكاني؟ بس يالا بس يالا، انت ما تفكرش. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. اكيد طبعا حضرتك بالدخله دي الاستاذ هشيكها صح؟ احبك واحب اعرفك بتاريخي. انا لالو هشتكها، كبير مصممي ومطبلي فرق الزفه، دفعه محمود رضا علي رضا ومحمد رضا. تحب نقول كمان؟ لا كده رضا وحضرتك، انا دفعه احمد حلمي. امرني حضرتك. انا بفكر اطور الزفه. وانت تفهم في الزفه؟ ايه اللي افهم في الزفه حضرتك؟ انا خطبت مرتين واتجوزت مره، غير كده بقى حضرت كل افراح اصحابي وقرايبي. يعني خش في الموضوع حضرتك. انا بفكر اعمل دمج بالنسبه للزفه الفرعوني والزفه المصري. وايه علاقه الزفه الفرعوني بالزفه المصري؟ ازاي بقى حضرتك؟ حضرتك الزفه الفرعوني دي اساسا كانت زمان ايام الفراعنه يعني، وطبعا كانت هي نفسها زفه مصري. وبعدين الزفه الفرعوني لعلمك يعني كليوباترا ما رضيتش تتجوز انطونيو عشان الزفه، اتخانقوا على الزفه. طب وانت ضامن ان الفراعنه دول موهوبين؟ مواعيدهم مظبوطه؟ لا عنك انت بقى المره دي يا دوله. بالنسبه للموهبه حضرتك يعني، فمعروف ان الطفل الفرعوني أذكى طفل في العالم. اسم الله. لحد ما بيموت بيبتدي ذكاؤه يقل. أنا بفكر يعني إن اللبس كله كمان في الزفة هيبقى فرعوني، بالنسبة للآلات المستعملة كلها فرعوني، ودي طبعًا إحنا مش هنشتريها، إحنا ممكن نأجرها من متحف عشان نوفر. طب والرقاصة يا دولة؟ لا الرقاصة برضه فرعوني، لأن المرأة الفرعونية اقتحمت مجالات العمل من أيام الفراعنة يعني. اسمح لي. والأغاني؟ الأغاني حضرتك معاك الشاعر عادل سعيد، هتحفك بأغنيتين للزفة مكتوبين على ورق بردي هتندهش. والألحان؟ بالنسبة للألحان أعتقد أنها تبقى ألحان فرعوني برضو، هنلم شوية ألحان معروفة نعمل لها ريميكس ننزل بيها على الأفراح نكسر الدنيا. والورثة؟ الورثة بالنسبة للأستاذ حلمي بكر يعني أعتقد إن هو الفترة دي مشغول بستار ميكر يعني، فمش هيعمل لنا مشاكل ما تقلقش. يبقى كده مفيش غير مكان البروفات ومصاريف البروفات. ما تقلقش المصاريف والمكان موجود عندي حضرتك، ما تشغلش دماغك خالص. بس واضح يعني إن الاسم على مسمى أستاذ هتشيكا. واضح واضح. يا جماعة يا جماعة، فلوسكو كلها هترجع لكو على داير مليم إن شاء الله مع أول زفة أعملها. يا عادل يا عادل، إحنا مش ضد اللي أنت بتعمله، بس لازم تعرف إن في مستويات بتاعت الأفراحات دي لازم تختار منها. أنا فاهم قصدك يا حماتي، قصدك تقول يعني اللي بيتولد كبير بيفضل كبير واللي بيتولد صغير بيفضل صغير. أنا متوقعة إن في خلال فترة وجيزة جدا أنت هتبدأ تزف أفراحنا في الخارج في دول شرق أوروبا، وهتمثل الزفة المصرية بره. ايوه طبعا ده وضع طبيعي، العالميه جايه جايه، انا مش مستعجل. وانا بالنسبه لي كل صحباتي اللي هيتجوزوا قريب هقول لهم على الزفه بتاعتك، بس بشرط ليا نسبتي. خلاص يا ست نسبتك محفوظه، بس اهم حاجه تتجوزي وانا اعملك الزفه دي مجاني من عندي. بابا انا عايزه اتجوز. تتجوزي؟ ايه اللي فكرك بحاجه زي كده؟ عشان عايزه اتزف. يا ست تيجي عليا ازف كل يوم وانت رايحه المدرسه، بس انسي موضوع الجواز ده، ده مصاريف كتير. عادل اياك والحرام، الافراح راقصات وخمور. لا يا ماما مش كل الافراح يا ماما، وبعدين حتى لو في حاجه زي كده انا مالي؟ ما انا طول عمري مثلا ببيع تماثيل، شفتيني مره عبدت اصنام؟ لا يا عادل انت راجل محترم طول عمرك. ازاي راحت علينا دي يا عادل؟ انت ازاي هتوفق ما بين البازار والزفه؟ مساله بسيطه خالص مش محتاجه ده كله. إيه البازار بالنهار والزفه بالليل. جم جم يلا خش جوه خش جوه خش جوه يا جماعه بتوع الزفه جم يلا خش 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 كل على الهوا كل على الهوا كل على الهوا. يلا يا مشرفان.
تحية للناس المية مية، سمعني سلام ليالي الحلمية. حضرتك سلام ليالي الحلمية ايه؟ مع احترامنا طبعا للاستاذ اسماعيل عبد الحافظ، بس حضرتك احنا زفه فرعوني، يعني ممكن مثلا نسمع سلام الصوت والضوء، نسمع سلام كفاح شعب الطيبة، نسمع سلام طرد الهصوص من مصر كده يعني. نسمع سلام يا صاحبي. بص انت يا صاحبي، انا عايز اعرفك غور من وش يالا. بقولك ايه يا سيدولة، السكة دي انا معرفهاش، ظبط الفرقة واديني عربوني. عربون حضرتك موجود طبعا، اتفضل. معلش هو عربون قصير شوية لكن هو اللي موجود يعني. هو ده عربونك؟ انا بقى الفرقه دلوقتي عامل لها نيو لوك فظيع جديد، هلبسكم لبس غريب. رمزي. نعم دوله. روحات الهدوم يلا. عينيا. هدوم ايه؟ مخرب بيتك. ستوب. جمع ولفة ايه يا اخوانا؟ الكلام ده كلام قديم، احنا زفة فرعوني، كلنا لابسين فرعوني، لازم نغني غنى فرعوني. ايه يا عم القائد، هو انت هتغير في الكلام كمان؟ يا جماعة لازم الكلام يبقى فرعوني يا اخوانا، افهموني بقى. يا دولة بقى خلوهم يا عم يطبلوا بقى يا عم، انا خلاص سخنت على الرأس يا دولة. بس يلا، سخنت على الرأس ايه؟ انت مال؟ انا بص اساسا انت مش هتبقى في فرقتي ولا حتى هتيجي تتفرج على الزفة. يا دولة انا لو خدت فرصة واحدة بس في حياتي في الرقص دي هضرب دينا وهقعدها في البيت. يخرب بيت انت طموحك يلا تبقى رقصة؟ انت مش فاهم يلا. ماشي 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 ماشي. ايه ايه هتضربني يعني ولا ايه؟ ماشي ماشي. خد يا رمزي. نعم دول. خد وزع الورق ده على الفرقه كلها، احفظوا الكلام ده يا اخوانا وهتغنوه معايا دلوقتي. حاضر يا دول يا كبير. ها اللي هشوفه بيبص في ورقه غيره هسحب منه طبلته. اي حد يلا يقول كلام غير اللي في الورقه ده قول لي يلا. حد يسجر يا دوله. حد يسجر صح. اقعد اقعد معايا يا اخوانا. واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين. الصلاة على الزين الصلاة على الزين الصلاة على الزين الصلاة على الزين. مينا اهو واحد القطرين. مينا اهو واحد القطرين. دي 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 راع دي 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 راع دي 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 راع دي 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 راع. الحب الحب الهجر الهجر يا الحب الحب الهجر الهجر يا دولة دولة دولة. حلاوتك مش معقولة. ولا ولا ايه 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 المروحه اللي انت مشغلها لي في البازار دي؟ دولا بص احنا بقالنا 10 ايام عمالين نهرف نفسنا بروفات وما جاتلناش لغايه دلوقتي حتى قرايه فاتحه ولا طور حتى. ما يجراش حاجه، السوق نايم دلوقتي بتاع الافراح، يعني اكيد كل الناس الفنانين اللي زينا بيشتكوا، يعني اكيد عمرو دياب بيشتكي وتامر حسني بيشتكي وكل الناس بتشتكي. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. من فضلك يعني حضرتك، وانا انا بفرش شقتي وكنت محتاج شويه تحف وانتيكات يعني او اي حاجه. طب انت مكسوف ليه قوي كده يعني؟ وانت مش هتدفع فلوس ولا ايه؟ يا دولة يا دولة احنا في عرض زبون دلوقتي يا عم، شوية تخفيضات يا دولة وتسهيلات، فتح مخك. بص بص رمزي، يا اهلا اهلا نورت الدكانة دي كلها حضرتك والله. بص احنا حضرتك عاملين لك يعني تخفيض 90%، موافق؟ موافق. 90% تخفيض؟ طب ما تديله البضاعة ببلاش وتديله فوقيهم 30-40%. لا 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 ما بحبش اخد حاجة ببلاش، الفلوس كتير، أهم حاجة إن أنتوا تشرفوني قدامنا سايبي. قدامنا سايبك؟ أفهم من كده إن حضرتك متجوز؟ لا لسه ما اتجوزتش، الجمعة الجاية إن شاء الله. ايه ده؟ اتجوز لسه الجمعة الجاية؟ لا ألف مبروك ألف مبروك. أيوه ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك. حضرتك لا لا معلش معلش، حضرتك يعني اتفقت مع فرقة زفة ولا لسه؟ لا لسه 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 لسه. بص حضرتك انا ممكن اخدمك خدمه جامده جدا، انا ممكن اخدك مقاوله، البضاعه اللي انت عايزها كلها اديها لك، وغير كده كمان انا ممكن اعمل لك الزفه، وزفه مش اي زفه، زفه فرعوني.
زفه فرعوني حلو ده حلو ده. ايوه يعني زفه هتدخلك التاريخ يا ابو العرسان كلها يا ابو العرسان كلها. بص حضرتك الزفه هتطلع ان شاء الله من سقاره كاريتا فرعوني، انت والعروسه هتركبوا، لا انت لوحدك تركب، والعروسه هتكون بقى عند الكوافير في المعبد، واخد بالك؟ نقوم احنا بقى ايه ورايحين لها بالكاريتا كده، وتاخد العروسه ونقوم طالعين عند سقاره مثلا، ولا نروح لا عند الهرم الكبير. اخد حضرتك بقى بالكاريتا كده اهو، لففك حوالين الهرم الكبير، حوالين الهرم الكبير. يكون حماد بقى اللي هو ابو العروسه شايفينه نازل على الهرم الكبير، نازل جري، نازل جري خايف. ليه 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 ليه, ليه؟ الهرم الكبير نازل من خوفه. بعد كده بقى ايه، نقوم واخدين العروسه ومودينها على النيل، ونقوم رمينها في النيل وتننا راجعين على طول علشان تبقى عروسه النيل. لا حمار 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 غبي، انا حضرتك يعني ما تقلقش خالص. بس على فكره الزفه دي ما حصلتش، هتشرفك قدامنا سايبك وقدام العالم كله. زفة فرعوني. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك يا رب. زفة فرعوني. والزفة دي على فكرة مش هتكلفك كتير خالص، يعني الزفة دي ممكن تخش لها مثلا في 2000. شيدون ايه كتير كتير ده ايه؟ 2000 مبروك، 2000 مبروك. الزفة دي ب 500. 500؟ ده انا كنت عامل حسابي في 1000 جنيه. ما هو 500 دول اللي هم العربون، وبقيه الألف بقى اللي انت عامل حسابك عشان الزفه تدوم لنا يوم الفرح ان شاء الله. حلو ده، ادي 500، ادي 500 جاهزين اهو. يا متشكرين قوي، متشكرين قوي. ان شاء الله ان شاء الله ميعادنا باذن الله يوم الجمعه الجايه الفرح. حلو. باذن الله يوم الجمعه الجايه ان شاء الله ناخدك، هنعمل لك زفه ونعمل لك فرح ان شاء الله، تطلق بعديه على طول. الزفه الفرعوني. الزفه الفرعوني. السلام عليكم. وعليكم السلام. ماما. نعم. اهو الخضار والفاكهه جبتهم، اعملوا لنا اي حاجه بقى ناكلها. جبت الفلوس يا عادل؟ جبت جزء من الفلوس، اي حاجه انتوا عايزينها تحت امركم. ربنا يكرمك يا حبيبي. بقول لك ايه، اي عروسه تزفتوها بقول لي على اسمها. يعني يا بابا يعني هجيب لي المريالتين السنه دي؟ اجيب لك يا حبيبتي المريالتين، وهجيب لك كمان كشكول من ابو سلم. عادل اخيرا استثمرت موهبتك لاسعادنا جميعا. ابي عادل انا عندي واحده صاحبتي بتموت في الرقص، اجيبها لك تشوفها تنفع ولا لا؟ اهم حاجه ملامحها فرعونيه. هي اصلا من المنصوره. من المنصوره؟ لا اكيد ملامحها مش هتبقى فرعونيه. اقول لك ايه يا عادل، العروسه دي يعني عايز اعرف كده، هي من عيله كويسه ولا عيلتها كومبلونش؟ لا كومبلونش ايه، لعلمك بقى العروسه دي من عيله كبيره جدا، عيله المرتعلي، ودي من اصل فلبيني. كده انت طمنتني عشان انت عارف الفنان كرامه. عادل انا عندي طلب يعني يكاد يكون يعني صعب تحقيقه، أو يكاد يكون مستحيل تحقيقه أصلا، بس هو طلب يلح علي أني أطلبه منك. حبيبتي اطلبي كل اللي أنت عايزاه. هو أنا عندي طلب يعني هو معنوي أوي. إيه هو بقى؟ أنا نفسي أتزف. تزفي؟ أوي أوي. أنت ممكن لو لبست بجامة من البيجامات اللي عندك دي ونزلت الشارع، العيال الصغيرة كلهم هيزفوا. لا يا عادل أنا عايزة أتزف زفة فرعوني مش زفة عيالي. زفة فرعوني؟ بص يا رانيا هيبقى صعب اوعدك بحاجة زي كده عشان الناس ما يقولوش يعني ان انا استغليت المهنة الجديدة اللي انا شغالها وبزف مراتي. انا مش عايز احراج، مش عايز احراج. بعد اذنك يا رانيا انسي موضوع الزفة ده خالص. ده الفرح الارديحي ده. هي فين الزفة دي يا سي خالد؟ بنتي أنا تتجوز من غير زفة؟ يا حماتي هم جايين، أنا دافع 500 جنيه عشان الفرح دوت، وبعدين في زفة فرعوني يا حماتي، زفة فرعوني هتعجبك قوي. أنا حايس عنك يا إخواتي عشان الليلة دي تعدي على خير. يلا خش بالدي جي. لا دي جي إيه؟ الزفة الفرعوني وصلت والأول مرة في مصر. نزل لي بقى العريس والعروسة عشان الشمس تتعامد على وش العريس فيولع. ما تقلقش ما تقلقش، الزفة 100 100 يا معلم. يلا يا فندية، 1 2 3. زوروا المقابر يلا يا أهل.